السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت ازي كده؟ ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ الحمد لله تمام. الصوت والصورة واضحين، السلايدز باينة. تمام يا دكتور. تمام، نبتدي على بركة الله. خلوا بالكم انتوا اللي هتتكلموا النهاردة، I'm not going to talk. خلاص انا هسأل بس، هنعتبر ان ده الامتحان بتاع الايه، الباثولوجي بتاعنا، وهنجاوب. ماشي، طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مين معايا في اول حالة يا جماعة؟ انتوا اختفيتوا فين؟ ماشي يا اسماء، معاك يا دكتور. ماشي يا اسماء، انتي معايا دلوقتي. اوكي، طب هنبتدي مش قادرة. بصي استني لما اخلص السلايدز بتاعت كيس نمبر 1 وبعدين تتكلمي. This is the first slide, second slide, third slide. Huh? What's your diagnosis? Acute و subacute recording. برافو عليكي. طيب قولي لنا ليه بقى، ايه الفايندنجز اللي شفتيها عشان تقولي ان دي اكزيما، وليه اكيوت وسب اكيوت وكرونيك؟ هنا ايه اللي انت أول شايفاه؟ حاجة عندي باسكت ويف هايبر نكروزس، عندي تمام، سبونجوزس برافو. موجودة، والسبونجوزيتك سيل ايه هو موجودة في الاسبونجوزس؟ السبونجوزيتك ايه تعريف الاسبونجوزس؟ حنان اللي بتتكلم، حنان ماشي حنان. ايه ماشي، ايه تعريف؟ ها، انترسيلولار إديما، يعني إديما ما بين الخلايا. برافو عليكي. تمام. وهنا قلنا سب اكيوت ليه بقى؟ هناك الاكيوت ان عشان انا عندي الاسبونجيوزز ايه، هو الموست الاسبونجوزيس كتير بروميننت. وعندي تمام، وفي انفلاماتوري سيلز كتيره. تمام، والاكانتوزز نوت بروميننت. هنا هنا ان انا عندي الاسبونجوزيس موجود، بس انا عندي الاكيوت موجود، وعندي سام سورت اوف يعني في الهايبر كيراتوزيس سبونجوزز موجود بس وبركلين. مايلد. تمام، وفي الاسبونجوزيس مايلد ومعايا باراكيراتوزز برضو. تمام، بس ايه، واكانتوزيس او في اكانتوزز، بس هنا معايا الاكانتوزز دي بقى ايه، مور بروميننت عن اللي فاتت. وهنا في سوريسي فورم الكرونيك سورايسي فورم بالظبط كده. اوكي، الاسبونجيوزز يكاد ديشن يكون ابسنت. تمام، لسه اختفى، والهورني لاير اخبارها ايه؟ يعتبر يعني هي مش مفيش باينه فيها قوي، بس هي مش باراكيراتوزز. يعني موستلي هذا باراكيراتوزز. تمام كده، برافو عليك. طيب نيكست كيس، مين معايا حد تاني بقى غير حنان؟ مين؟ سماح؟ مع حضرتك سارة؟ سارة. تمام ماشي يا أيوة سارة، ازيك يا سارة؟ طيب بخير برضو الحمد لله تشوفي، حضرتك. شوفي الصور الأول كلها يا سارة، وبعدين بعد كده نتكلم. اوكي، تمام. دي الفيرست سلايد، كلوز اب فيو، كلوز اب فيو. ها، نرجع بقى ونقول ايه تشخيص ايه. أنا هنا شايفة فوق في سكيل لا كراست. انت الاول هتقولي دايجنوزز. تمام، وبعدين بعد كده هنتكلم في الديتيلز بتاعت الدايجنوزز اللي انت قلتيها. ها يا ساره، ده ايه؟ اوكي انا شايفه، مش عارفه، انا شايفه سورايسي فورم هايبربليزيا، انا هوريك السلايدز تاني اهو. شايفه نيوتروفيل ها، عايزه دايجنوزز يا ساره. سورايسس، بس يا ربي مش قادره اقول سورايسس، ليه مش قادره؟ isn't this regular مش acanthosis؟ عارفه. isn't this regular؟ ده انت تقدري ترسمي بالمسطره الايه، lower part من الابيدرمس. تمام، بس اوكي، وده مش تيست تيوب. تيست تيوب ده ولا مش تيست تيوب؟ تمام. تست تيوب. طيب ولما قربنا هنا وفي ايه، في سوبر، باراكيراتوزز ولا مفيش باراكيراتوزز يا ساره؟ في كونفلوينت وايه ده، كونفلوينت باراكيراتوزس، ايه اللي هنا ده وفي سوبرا بابيلاري تاني؟ ثينينج، طيب تمام، وايه ده، دايليتد بلاد فيسلز واصله لغايه التيب اوف ديرمال بابيلي. بابيلاريز. طيب ما تقدريش تقولي سورايسز على دي ازاي، امال هتقولي على ايه؟ طيب مش عارفه. لا اعرفي، this is psoriasis. تمام اوكي خلاص يا شباب. طيب next case، مين معايا حد تاني بقى؟ اشتركوا عشان لما تغلطوا دلوقتي احسن ما تغلطوا في الامتحان. ماشي يا دكتور مع ماشي يا حضرتك. قمر. اسماء، ماشي يا اسماء، دي اول سلايد ودي تاني سلايد. ده لايكن لايكن بلانس، بلانس، ليه بقى قلتي لايكن بلانس؟ فيه هنا هايبر جرانيلوزس، الاول في انا الريجولار مش اكانثوزز شايفه نمبر هايبر 1، في كيراتوزس. الريجولار اكانثوزز. تمام اهو الريجولار الريجولار. اكانثوزس. تمام، والبيزل سيل لاير وفي اخبارها ايه هنا؟
في vacular alteration في البيزل سيل لاير، الاول وفي effacement، في effacement في الايه، في الديرمو ابيديرمال جانكشن انت مش شايفاه، وهنا بالذات ايوه في effacement تمام. وفي ايه تاني ده؟ ده في وجي شيب هايبر جرانيلوز او ويد شيد هايبر جرانيلوزز بالظبط كده. وايه تاني هنا في في الهورني لاير؟ هايبر كيراتوزيس. برافو عليكي. وده ايه؟ ده اللي هو الباند لايك برافو انفلاماتوري برافو. باند لايك انفلاماتوري انفلتد فورمد اوف ليمفوسايت. لينفوسايت. برافو عليكي. الفاكيولار التريشن بقى باين في بعض الايه الليجن زي هنا ده الارياز دي تمام كده، الحتت دي كده. تمام طيب برافو عليك، يبقى ده لايكن بلانس تمام. طيب مين معايا بقى اللي، وخليكي انت برضو يا ساره كده وقولي لي ايه رايك في في التو سلايز دول. أنا شايفة في papillary neutrophil micro abscesses أو في separation، في في سيباريشن separation برافو، of the ايوه ilium. سيباريشن يعني في كليفت. في طيب separation. والكليفت ده الميكانيزم اوف فورميشن بتاعته ايه؟ الاول هو فين؟ انترا ولا سب ايبيديرمال؟ ممكن بس الصورة الأولى. sub طيب epidermal. الميكانيزم هنا ايه؟ لو ركزتي في اللي فاتت كنت هتعرفي دي ايه؟ هي دي ماكس جوزيف. ايوه بالظبط كده، الماس جوزيف سبيس اللي بيبقى في حالات اللايكن بلانس، البولس لايكن على واللي ممكن مكان يبقى صغير. ايه بولس لايكن بلانس لو هو اكستنسيف تمام. لما يبقى اكستنسيف اللي هو ناتج عن الفاكيولار التريشن اهو زي ما انت شايفه اوكي، يعني هو ناتج عن ليه. انا قلت ان هو الماكس جوزيف لان انا شفت هنا الايه هايبر الهايبر جرانيولوسيس، جرانيلوزز، وشفت كنت شايف الريجولار هايبر كيراتوزز جرانيولوسيس والسي ريجولار او شوت السوتيز وذ ابييرنس اكانتوسيس ده اللي موجود في الريتي ريدجز، والباند لايك انفيلتريت والباند كل لايك الايه اللي احنا شايفينه انفلترات. في اللايكن، بس ابتدى يبقى فيه هنا سب ابيدرمال كليفت تمام. ولو بصينا من قريب سوري هنلاقيها كلها جايه من الفاكيولار التريشن اللي حصل هنا ده، بس لما زاد ادانا الايه السب ابيدرمال كليفت اللي هو فورمد اوف ليمفوسايتس تمام. فده يبقى ماشي مع الايه بولس لايكن بلانس تمام. خلاص معايا يا تقول شباب؟ على بس في اصحابي حد جنبي كده يا جماعه معلش ادخلي. يعمل ميوت تو هيم سيلف عشان الباقيين يسمعوا. طيب نيكست كيس مين معايا بقى حد تاني؟ مع حضرتك يا دكتورة تحت غادة. الامر ها ذيس كيس، هتشوف السلايز الاول وبعدين نتكلم. قربنا شويه كلوزر اب فيو، وطبعا كده خلاص فضحناها. ايه دي بقى؟ مايليدوزيس. اميلودوزز. ليه؟ عشان انا كتبت كونجو ريد لا ولا انت شايفه ايه؟ قولي لي مايلي ايه اللي انت شايفاه هنا. هو حتى كمان دي هايبرتروفيك مايليدوزيس، في هايبر كيراتوزيس وفيها الامايلويد ديبوزيشن. الاميلويد بيبان ازاي بالاتش اند اي؟ بالاتش ان دي بتبقى هيموجينوس ايزينوفيليك برافو ماتيريال. عليكي. بريك لايك، بريك لايك كالر تمام، عامل زي ايه لون الطوب الاحمر تمام اهو. لما قربنا باين قوي الاسينوفيليك ماتيريال اللي موجوده هنا تمام. طبعا بيبقى فيه ميلانوفيجز وانكريس في الميلانين ديبوزيت والكلام اللي احنا عارفينه ده، بس اهم حاجه ان هو لو عملنا كونجريد هيدينا ايه ده؟ ده ايه؟ جرانيت. ها خلي اسماء تقول ها جرانيت ديفرنجنس. بالظبط كده. برافو عليك جرين فايروس. تمام برافو عليك. طيب مين معايا في الحاله اللي وراها بقى حد تاني بقى؟ ماشي دكتور، انا مع لا حضرتك. مين اسماء ولا ايمان ولا ايه؟ أسماء اسماء. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله الحمد لله بخير يا هتعرفي ميدو. على طول، بس انا مش عايزاكي تتكلمي لما تشوفي السلايدز كلها. تمام. يلا نقول بقى ايه الدايجنوزز الاول بتاع الحاله دي؟ بنفجس ايه بقى بالكارز. اشرح لنا ليه هنا في ايه الاول؟ انا شايفه هنا في كليفت، في برافو. كليفت، السايت والكليفت ده انترا ايبيديرمال سوبرا برافو. بيزل، وهنا لما قربنا وفي اكانسوليتك سيلز جوه برافو. الكليفت. والاكانثوليتك سيلز بتبان ازاي؟ زي دي كده بتبقى راوندد سيلز، توم راوند بيكون سيلز راوندد تمام. هو راوند. اصلا تمام. المفروض وفي بس واحده 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 اسماء ما حضرتك الكيراتينوسايتس في البيزل، مش في البيزل بقى، في في السباينال سيل لاير بيبقى شكلها ازاي؟ في السباينوس بتبقى بتبقى بريكنج بوليجونال بوليجونال تمام.
اما تمام هيحصل فيها acantholysis هتبقى شكلها rounded، ليه؟ راوند تمام عشان اللوس اوف كوهيجن اللي هيبقى موجود. بتوين الديسموسومز سيلز لما بالظبط. هتتقطع هتبقى السيلز اوف نو شيب، تمام؟ فالاكانثولاتيك سيل دايما كلها راوندد زي اللي انت شايفاهم هنا دول في السبيس، تمام؟ تمام. ايه بقى اللي انت قلتي عليه التومب ستون بقى؟ اشرحي لنا ايه التومب ستون ده بقى عشان زمايلك يعرفوا. البيزل كرياتينوسايت بتبقى مترصصة جنب ايه بعض في شكل البامب تكون ايه أبيرنت، عشان في اتاتشمنت لسه موجود عند البيزمنت برافو، ممبرين اللي تحت هو بالهيميدوزموزوم. الهيميدوزموسوم اللي هو اتس نوت اتاتشد، الهيميدوزوموزوم تمام؟ بينما الديسموسومز ان تمام بتوين ذا سيلز، تمام، هو اللي ايه لوست، فبالتالي كل سيل بالظبط، الاتاتشمنت بين الخلايا هو اللي راح، انما الاتاتشمنت لسه مع للهيميدوزموزوم الديرمال للبيزمنت جانكشن اتس ممبرين. بريزنت، فعشان كده الخليه بالظبط اتاتشد للايه؟ للبيزمنت ممبرين، بس لوست اتاتشمنت لجارتها اللي جنبها، فكل واحده واقفه فيهم تمام. سيبريتلي لايك التومب ستون. واللي هو ايه التومب ستون بقى؟ شواهد اه اللي القبور. هم عندهم بره بيعملوا ايه، شاهد للقبر كده، يتحط على القبر عشان يبقى ايه مكتوب عليه الاسم، فده بيبقى قريبين من بعض فيبان كأن المنظر ده. اوكي طيب، هنا بقى لما بصينا ليه، انت قلتي بانفيجس، انت قلتي بس المفروض ان انت لغايه الشريحه اللي فاتت دي ما تقوليش بانفيجس فالجاريس، يعني هتقولي انه ان في عندك اكانثاليسز، تمام، وهتقولي ان هو سوبرا بيزل، ماشي، سوري معلش، بس احنا لازم نشوف الانفلاماتوري سيلز عشان نحدد ايه احنا بنتكلم على مين. الانفلاماتوري سيلز هنا ايه؟ اجينوفيلز السينوفيلز، وليمفوسايت. السينوفيلز وفي نيتروفيلز برضو اهي، تمام، بس مينلي ايه؟ تمام. السينوفيلز، صح؟ اجينوفيلز اكتر. السينوفيلز في الـ في السبيس مينينج وات؟ ان احنا عندنا ايه؟ بامفيجاس، احنا بنتكلم على بامفيجاس، تمام. بامفيجاس فالجاريس، تمام. مش حاجه تانية زي الايه؟ دي تايب مثلا من الايه؟ من الاي جي اي بامفيجاس، صح ولا لا؟ التانية هتبقى نيتروفيلز، تمام؟ بالظبط، النيتروفيل ده اكتر. تمام، ايوه هيبقى نيتروفيلز. انت دايما لما تيجي تاخد، لما تيجي تاخد عينه ليه يا جماعه اللي بيعمل اللي بيتكلم على التليفون، معلش ميوت يور سيلف بليز، لو احنا هناخد عينه من بولا ات شود بي ريسنت، ما تاخدش حاجه اولد بولا وتفتكر ان انت هتشوف فيها حاجه، لان خلاص انت لو هي اولد هيبقى فيها باس، فهيبقى فيها نيتروفيلز خلاص ضاعت. اوكي the earliest one the most recent one هي اللي تتاخد وتتاخد in total لما نيجي نعمل لها اتش اند اي، تمام كده؟ بينما لما نيجي نعمل تمام. immunofluorescence حفظتكم تاني وهحفظكم تالت وعاشر، بنعملها ازاي؟ باخد بيري ليجينال، ريجينال، ليه؟ باخد جزء من ال affected area وجزء من ال normal skin. mostly هتاخدي ماشي اوكي، بس it's better ان انت تاخديها كلها بيري ليجنال مش من الافكتد اريا، normal. من نورمال سكين، بس نيكستلي الافكتد اريا، عشان ها عشان ما الكونسامشن، بيكونش حصل دمج، الكونسامشن بيكونش اللي حصل بيحصل بعد للأفكتد كده area. للايه؟ للانفلاماتوري بروسس او للاميون الاميون كومبلكس كومبلكس، ديبوزيشن اللي بالظبط حصل. كده. طيب نيكست، نيكست كيس، حد تاني بقى؟ طب دكتور معلش، دكتور هو مش ستون بستون ابيرنس ده كاركترستيك للبنفوجاس فالجاريس اوكي بس؟ ماشي، بس انا عايزاكي ما تاخديش الحاجه كده بالشبه، انا عايزاكي تاخدي الامور كلها، يعني تاخدي تمام. اولا لما بنقول انترا ابيديرمال بولا لازم ندور على الايه، الايتمز اللي انا علمتها لكم 100 مره، ان احنا اولا لازم نشوف الايه، طبعا لازم نشوف الاول الميكانيزم اوف فورميشن، والاريا اللي هي حصل فيها او المكان اللي حصل فيها، هل سوبرفيشال ولا ديب ولا انترا ابيديرمال، زي ما قلنا الميكانيزم والانفلاماتوري سيلز، تمام؟ فمهم قوي ندور على البارامترز تمام. كلها عشان نشخص صح. اوكي يعني ما تاخديش الموضوع بس كده. معلش يا دكتور، معلش يا دكتور، ممكن حضرتك تشاوري على الايزينوفيليك سيلز اهي بعرفها السينوفيل، ازاي؟ اهي معلش انا السينوفيل اسفه. اهي باي لوب والسيتوبلازم بتاعها احمر. اوكي اهي واحده كمان اهي، اوكي وهنا كمان، يعني هي السيلز الحمراء دي اللي هي باي لوبد، النيوكليس بتاعتها زي النضاره، هي طبعا الصوره مش قريبه قوي يعني، بس ايه اوضح صوره لقيتها، تمام. همين معايا في اللي جاي؟ حد تاني يا جماعة؟ مين؟ سارة؟ ماشي يا سارة، ها ده ودي في subepidermal separation. بالظبط، سب ابيديرمال كليفت، سب ابيديرمال كليفت عشان الابيديرمس كله هو الروف بينما الديرمس هو الفلور، تمام. ونعمل ايه؟ ندور على ايه تاني هنا؟ هل بندور على ليفل؟ ليفل يهمني؟ كله سب ابيديرمال، تمام.
هل يهمني ايه تاني؟ هشوف الانفلترت في ميكانيزم في السب ابيدورم البولي يا اما اكزاجريتد ماكس جوزيف او هي يعني لا لا انا ما فيش حاجه. exaggerated vacular alteration you mean يا اما اديما اوف ذا ديرمس تمام. بس هما دول طول تمام الميكانيزمز اللي ممكن يحصل بيهم ايه بولا سب ابيدورمال. ايه اللي يهمني اكتر؟ الانفلاماتوري انفيلترات الانفلترات which is اللي كان بيسأل على الايه على الايسينوفيس اهي. اوكي اعتقد هي باينه قوي هنا انها ريد السيتوبلازم بتاعها ريد وبايلود باينه يا شباب تمام. ايوه فدي بقى ايه بقى صريحة كلها ريد الحمد لله. لا انا بتكلم عن الانفلاماتوري سيلز سيبك من الشريحه اللي ريد انا بتكلم عن الانفلاماتوري سيلز اللي هنا باين ان الايسينوفيلز هي تمام. ايه المين انفلاماتوري سيلز صح. طيب يبقى احنا نفكر في ايه او الدايجنوزز هنا ايه بقى يا ساره؟ بولا سبام في كل او او جيرمس بلوز اكويزيتا او براحتي بقى هربس جيستيشن. برافو يا فيصل ايوه كده الناس المصحصحه قال لك على طول هربس جيستيشن. ليه بقى انت اللي هتقول بقى يا دكتور فيصل؟ لا الحد هناك كفايه يا إيه؟ دكتور انا عايز اناكف فيك شد المناكفه معاك والله يا راجل قول بقى. لا انا اعرف انه الايزوفين الايزوفيل انفلتريشن موجود بالبنفيجوس بالكلس بنفيجويد والهرب هما الاثنين على فكره يعني. نفس الباثولوجي تمام. يعني انا لو باثولوجيست وما عنديش كلينيكال ديتا وجالي الشريحه دي لازم احط الاثنين تمام عشان ابقى اونست. مفروض طبعا يبقى في كلينيكال ديتا تتشرح مع الشريحه دي ويبقى في كلينيكو باثولوجيكال كورليشن. اف اي هاف ذا كلينيكال ديتا اوكي يعني مثلا هو بيجيب لك في الامتحان قال لك دي شريحه الفيميل بريجننت او لسه بعد الدليفري والليجنز دي مثلا ستارتد ات ليت بريجننسي كده اوكي وجايه وسيفنج الميوكوس كده خلاص احنا ايه مع الهيربس جيستيشنز اكتر اوكي. انما لو قال ما قالكش الداتا احنا الاثنين هيتحطوا لان الاثنين الباثولوجي بتاعهم واحد تمام يا شباب الاثنين حاجه واحده. انما اللي قال لي بقى دكتور الاكويزيتا يا شباب المين انفلاماتوري سيلز في الاكويزيتا بتبقى انا بس ايه؟ ممكن هي سيل 4 او نيتروفيلك مع اكزينوفيلك تمام يا ساره يعني نيتروفيلز وايسينوفيلز بس نيتروفيلز اكتر. انما لما يبقى كله ايسينوفيلز زي ما انتم بتقولوا الشريحه كلها حمراء يبقى احنا كده مش مع الاكويزيتا طيب اوكي. طبعا الحاجه اللي هتوضح لنا اكتر ايه الفرق لنا الاكويزيتا من البولا سبينفيجويد او كده ايه وحتى من الهيربس جيستيشن الاميونوفلوريسنس. الاميونوفلوريسنس هيبقى ايه بقى بسرعه؟ لو الروف الروف مع البولا واحد حد واحد ها الروف مع البولا سبينفيجويد والفلور مع الاكويزيتا وايه تاني والهيربس جيستيشن هيبقى فيها ايه؟ سي 3 مينلي برضو بس الانتيجنز الموجوده ايه؟ اي شي اي جي بي سي 3 في الاكوزيتا والبانفيجويد وفي الريجستريشن سي 3. طيب نيكست كيس مين معايا؟ مين هيبقى معايا؟ انا موجود ايه دكتور حضرتك تمام. شوف السلايدز كلها وبعدين نتكلم. ده دي سلايد نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 كلها نفس الحاله نمبر 4 اوكي. وات دو يو ثينك؟ حطي دايجنوزز الاول يا هاجر. معلش تاني يا دكتور كده مش هيبقى في تاني في الامتحان بس ماشي ها. What do you think? Vasculitis? Vasculitis. ليه؟ برافو. ليه؟ Fibrinoid degeneration fibrin thickening للبيسل وول وانفلتريت وحواليها انفلتريت. برافو برافو. شوفي اجابه نيتروفيليك ها لو قالت لي عشان في سب ايبيدورمال بولا او انترا ايبيدورمال بولا هزعل منها. اوكي؟ اجابه المهم اللي بنشخص بيه فايبرينويد او فايبرينويد ديجنريشن او فايبرينويد ديبوزيت اراوند ذا بلاد فيسل وول تمام. ايفن اهو يعني هنا باين قوي وانفلتريت ايفن في اوكلوجن ممكن يبقى في اوكلوجن ان سام كيسز هيبقى في كمان كلوت او اوكلوجن في البلاد فيسل
اوكي كده ده يبقى اسمه فاسكولايز. تعريف الفاسكولايز deposition of fibrin in the blood vessel wall plus minus ها occlusion of the blood vessel wall. تمام. طيب انما الحاجات التانيه دي حاجات مصاحبه، هيبقى ممكن معاها سبونج يوزز اوكي زي هنا فتعمل انترا ابيدرمال، او يبقى معاها ايه اديما مع الانفلتريت الكتير فيعمل لنا ايه سب ابيدرمال بولا. ممكن الاثنين يبقوا موجودين في نفس الحاله، وده برضو يخليك ممكن ايه تقدر تقرب الصوره بس طبعا التشخيص الصح يبقى اننا ندور على البلاد فيسلز ونشوف الفايبرين ديبوزيشن اللي احنا شايفينه ده اراوند ذا بلاد فيسل، ونشوف الايه النيتروفيلز او وات ايفر بقى، لان احنا عندنا طبعا الفاسكوليتيز انواع. اوكي المهم ان احنا عندنا فايبرين ديبوزيشن في البلاد فيسل عشان اشخص فاسكولايتس. تمام برافو عليك يا هو. مين بقى معايا في الحاله اللي جايه؟ معاك يا دكتور. في صورتين هنشوفهم وبعدين او ثلاثة وبعدين نتكلم. What do you think? Diagnosis على طول. لكن سكليروز دي اتروفيز. عرفتيها ازاي بقى يا حنان؟ حنان ولا دعاء؟ حنان إن... صح؟ نجيب اول صورة بس. اول صورة. ان انا عندي يعني انا شايفة ان اللي هو اللي فيه بلور كده فوق في الشريحة، عندي اتروفي في الابيدرمس من فوق، مفيش عندي ريتر اتروفي في الابيدرمس نمبر 1. تمام. وبعدين في مفيش حاجه اسمها بالور، هتقولي في اديما، المنظر ده بتاع اديما في اديما. تمام كده. تمام بالظبط. وايه تاني هنا؟ ايه ده؟ ده المفروض ان في صب ابيدرمال كليفت موجود او اللي هو الفاكيولار ارتينيشن اللي بيحصل معايا في البيت. هنا برضو الاديما باينه اهي. في حاجه هنا ممكن تقولي لي عليها في الصوره دي؟ دايليتيشن البلوت فيزل اللي موجود دوت ولا في بس ولا حاجه ثانيه؟ هوموجينايزيشن كمان للدم داونورد ديبوزيشن. المفروض احنا عندنا الفيشيال بلكسس بتبقى موجوده هنا، نزلت اهي. ايوه ونزلت اهي، شايفه هنا اهي داونورد ديبوزيشن اوف ذا سوبرفيشال بلكسس. ده الحاجه الوحيده اللي تعملها لايكنز كروزز اي اترافيك. تمام. ربنا سبحانه وتعالى بيدينا كلوز كده عشان نشخص بيها. اوكي طيب واحده ده واحد من الانترفيس ديرماتيتس بيبقى معاه فاكيولار التريشن مش لايكينويد ده فاكيولار. خلاص يعني حتى الانفلاماتوري انفلتريت هنا ما بيبقاش برومينانت قوي، هيبقى الليمفوسيتك بس مش برومينانت. واهم حاجه في الايديما اللي احنا قلنا عليها والفاكيولار التريشن الثيننج اوف ذا ابيديرمس الداونورد ديبوزيشن اوف ذا سوبرفيشال بلكس. طيب مين يقول معايا اللي جايه؟ مين يبقى معايا في اللي جايه؟ فينك يا فيصل؟ ارجع تاني تعالى. تمام معاك يا دكتور. ها انت هتشوف التو سلايز دول او ثري سلايز دول وهتقول لي ايه دايجنوزس. What do you think؟ في كولاجين فايبرز في الديرمس. ما هو لازم هيبقى في كولاجين فايبرز في الديرمس. What's wrong with them؟ يعني قصدي في كتير. ها؟ في يعني فايبروسيس كتير موجود في الديرمس. Meaning what؟ اديني دايجنوزس طيب. يعني اتوقع له سكليروديرما او مورفيا. سكليروديرما او مورفيا، الاثنين نفس المنظر، اوكي؟ يبقى احنا اللي عندنا هنا مورفيا او سكليروديرما، ليه؟ عشان فايبرين سوري الكولاجين هنا ثيكند وكلوزلي ريليتد، شايف مفيش سبيسز ما بين الكولاجين باندلز وبعضيها، اوكي؟ انت ما بتشوفش ده، يعني هنجيب الشرايح اللي قبليهم حاجه تكون ايه الكولاجين فيها باين شويه. مفيش حاجه الكولاجين فيها باين. طيب ماشي هنشوف قدام لما نشوف حاجه فيها الدرمس باين. اوكي هنا مثلا شايف الدرمس عامل ازاي؟ الكولاجين هنا بينهم وبين بعضه سبيسز، الدنيا مش ايه اهو الكولاجين باندز اهي وبينهم بين بعض ايه سبيسز. طبعا الكولاجين فيه تو تايبس اوف كولاجين عندنا، او يعني الشيب بتاع الكولاجين مختلف ما بين البابيلاري والريتيكولار ديرمس. تمام. في البابيلاري ديرمس اتس فايبرز زي اللي هنا دي، تمام، بينما تحت بتبقى ايه باندلز، بس برضو ستيل بيبقى فيه سبيسنج ما بينهم بين بعض اهي. شايف السبيسز اللي ما بين الكولاجين باندلز وبعديها باينه. تمام. في اللي احنا بقى كنا اللي انت كنت بتشوفها من شويه الشريحه اللي انت دي مفيش سبيسز خالص، اوكي، سواء في البابيلاري او في الايه
الريتيكولار ديرمس الاثنين الكولاجين في ادهرنت لايتش اذر زي ما انت بتقول كده كانه فايبروتيك. وحاجه تانية كمان هتلاقي الشريحه ريكتانجولر شكلها متظبط قوي مقطوعه قطعه كده يعني كان انت مثلا قطعها بسكينه شارب. اوكي ده هتلاقيه في كل الايه السلايز اللي فيها السكليروديرما او مورفيا. فالريكتانجولر شيب ده مع المورفيا تمام. مش معنى كده انك تبص على الشريحه من بره تشوفها ريكتانجولر ولا مش ريكتانجولر بس يعني دي حاجه ات ويل هيلب ات ويل هيلب تمام. اوكي شكرا يا دكتور. شكرا. طيب اللي جاي بقى حد تاني مين معايا؟ مين معايا يا شباب؟ عشان الوقت بس يا جماعه بسرعه. حضرتك يا دكتور هنشوف السلايدز دي ودي. What do you think? في جرانيلوما؟ يس جرانيلوما. في جرانيلوما؟ ما احنا عندنا حاجات كتير فيها جرانيلوما. ساركويدوزز نودولار وسيل بور. الاول سوري نيكد موستلي نيكد تمام. طيب وهنا ايه اللي انت شايفاه؟ في الاسترو استرويد بادي استرويد بادي صح. اوكي طبعا في لينفوسايتس مش ما فيش. مش معنى انها ان احنا بنقول نيكد يعني فين الهيستوسايتس والليمفوسايتس هنا انت مش هتعرف تشاوري اشاور لك انا مين دي هيستوسايتس الفيزيكولار عليك نور هي الهيستوسايتس نيوكليوس الفيزيكولار دي هي بتاعه الهيستوسايتس بينما السمول والصغيره دي الليمفوسايتس بلو ان كلر. اوكي هي دي بتاعه الليمفوسايتس تمام. هنلاقي الهيستوسايتس هنا اكتر من الليمفوسايتس. مش مفيش ليمفوسايتس خالص؟ لا فيه بس قليله. كومباراتيف ايه حاجه تانية ايه هنشوفها كمان شويه. التوبركلوز. طيب مين معايا في اللي خليك انت برضو يا ساره ماشي. ده توبركلوز في توبركلوز عشان في الليمفوسايت كتيره اكتر تمام بالمقارنه باللي فاتت برضو. وفي كازيوس نيكروسس برافو عليكي. دي ايه دي؟ وفي لانج هانز جاينتس لانج هانز جاينتس اللي هي شكل النيوكلياي فيها ايه؟ ريث لايك ريث الكريفرين. ريث الكريفرين بالظبط كده برافو عليك. طيب يبقى احنا كده شفنا ساركويدال جرانيلوما وتوبركلويد جرانيلوما عشان نفرق الاثنين من بعض ورا بعضهم. طيب مين اللي معايا في النكست؟ هيا يا جماعه يلا. مع حضرتك. طيب انا هوريك السلايد تو سلايدز وانت ايه هتقولي لي وات دو يو ثينك دايجنوزس. دي البروميتاس ايه لبروس قصدي ديفيوز قصدي جرينز زون. قولي يا منى. لا انا شايفه ان في جرينز زون. طيب في جرينز زون وبعدين انا لما قربت لك سوري لما قربت لك الصوره شويه دي ايه طلعت ايه؟ ايوه قولي جرانيلوما. ايوه جرانيلوما يس ذس از جرانيلوما. جرانيلوما الهيستوسايتس مالها هنا؟ فومي دي ولا مش فومي؟ دي مش بابلز اهي قدامك. فومي هيستوسايتس اهي. فومي هيستوسايتس. طيب هي اولا دي جرين زون معاكي. اوكي الجرين زون في الدرماتولوجي او في الدرماتوباثولوجي ايكوالز ايه؟ كام حاجه اللي بيبقى فيها جرين زون؟ البروميتاس ليبروسي والليمفوما كيوتس وايه تاني وجرانيلوما فاشيال والبيسل لمفوما تمام. وحاجه كمان اللي هيعرفها هيبقى شاطر درماتو فايبروما دبرات درماتو. لا 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 انت بتحسد عايزين نمسك حاجه خشب في حاجه خشب اهي جنبي ماشي يا فيصل. ما شاء الله لا قوه الا بالله شكلك مذاكر المره دي ان شاء الله ربنا يوفقك بامر الله. طيب ادعينا يا دكتور ادعينا الله يخليك. طيب يبقى احنا زي ما قلنا عندنا جرين زون دي اول حاجه. نيجي بقى نشوف الانفلترت اللي هنا ده عباره عن ايه لونه ايه؟ بينك تمام موستلي يعني في بلو في بس في بينك. البينك ده بتاع الايه؟ الهيستوسايتس يا شباب. في ايه؟ هيستوسايت. اما قربنا لقينا فعلا في لينفوسايتس وهيستوسايتس بس الهيستوسايتس لها كرايتيريا معينه هنا انها فومي تمام. تبقى دي ايه؟ براماتس ليبروسي خلاص. اوكي طيب مين معايا في اللي جايه بقى؟ حد
هيتكلم على طول بسرعه بقى، مش هنقعد نتهايل. يلا مين؟ ها معاك يا دكتور. في سيبوريك كيلاتوزز. ليه بقى؟ هو برافو طبعا، بس عشان اعرفي زمايلك انت شخصيه سيبوريك كيلاتوزز ليه؟ هو كل الليجن استقى على الابيدرمس، يعني كل الليجن فوق في الابيدرمس معايا اللي هو الهورن السودو هورن سيست. هتقولي ان كل الليجن معايا كلها لوكالايز ان سمول اريا، يعني بيفور وافتر النورمال ايه ابيدرمس. تمام. وبعدين معايا الهورن سودو هورن سيست اللي موجود في الابيدرمس فوق، فده بيشخص لي الهالت سيبوريك كريتوزيس. وده تمام. وايه تاني؟ في اكانتوزس في الاريا دي، وعندي وفي ايه تاني؟ طبعا الاكانتوزس ما بقربش كله، يعني الابيدرمس كله كل الاليمنتس بتاعته كبير، بس احنا زي ما شايفين انها لوكالايز لاريا معينه، وزي ما احنا شايفين السودو هورن سيست اهي. اوكي. بعضها ممكن ايه يعمل شكل الايه الهورن سيست، لانه خلاص الحته دي ايه مش متصله بالابيدرمس، بس هي كلها موصلي سودو اهي زي دي سودو هورن. تمام. وبيبقى فيه ايه element of ميلانوسايس، لانه هو اصلا ده التيومر ده عباره عن ايه كيراتونوسايس وميلانوسايس. تمام. يعني اتنين مشتركين في التيومر، فهنلاقي فيه بيجمنت، عاده بيبقى بيجمنت. برافو. ها اللي جايه بقى مين معايا؟ بسمه. بسمه ما حدث. ثلاثة سلايز دول وعايزين تشخيص. درماتوفايبروم ايه تحت في الدرمس وبيزي درمس يعني. واطول احنا بنقول ان في حاجه اسمها ايه جرين زون هنا في اللو باور والابيدرمس هنا. ها والابيدرمس ماله؟ اتروفايت شويه مور اور ليس. ماشي. وفي هايبر بيجمنتيشن في الاريا دي زي ما احنا شايفين كده. اوكي. وبعدين ابتدينا بقى لما قربنا لقينا ايه ده فوق التيومر ده فورمد من وات السيلز هنا من الفايب الدندريتيك اسمه درماتوفايبروما. يبقى فورمد اوف ايه؟ يبقى ايه فايبروبلاس. فايبروبلاس تمام. بس الفايبروبلاس دي هل فيها اي ابنورماليتي؟ النيوكليس بتاعتها فيها اتيبيا؟ طيب يبقى احنا بنتكلم على نورمال او مش نورمال، يعني بنتكلم على بيناين تيومر درماتوفايبروما مش درماتوفايبرو ساركوما. طيب برافو. هتخليكي معايا برضو يا بسمه عشان انت ايه شاطره بس شكلك متردده شويه. شوفي الصور الاول تقولي لي ايه دي. بسيسيلي ولا لا؟ يعني مش عايزين حد يتدخل، بس ما اللي هتتكلم. تمام. هقولي بقى. هاي بسمه مالكيش دعوه باللي اتكلم، ها بيغششك غلط. قولي يلا. هي مش عارفه انا حاسه ترايكو ابيسيليوما. وليه مش بيجي انا شايفه عشان ما فيش ريتراكشن حوالين ال حوالين التجمعات. هتقولي تجمعات برضو يا بسمه في الامتحان يا بسمه. سوري انا اسف. البيزيلويد ايلاند يعني البيزيلويد سيلز. تمام. وذ ايه ده كيراتوتيك ديفرنشيشن. تمام. مش ده كيراتوتيك ديفرنشيشن؟ حتى بعضهم بيسموه برضو. اوكي. هو نفس الكيراتوتيك ديفرنشيشن، لان هي اصلا جايه تيومر منين؟ ترايكو ابيثيليوما جايه من الهير فوليكل. بالظبط كده. فهيبقى الكيراتينايزيشن اي تيومر يا جماعه جاي من اي سيل هيدي نفس الايه الباثولوجي بتاع الايه الاوريجين بتاعه. اوكي. فهيبقى الكيراتينايزيشن بتاع الهير اللي هو الايه ابروبت كيراتينايزيشن. تمام. فالمنظر ده بتاع ايه كيراتوتيك وده هيبقى كتير، وفي نفس الوقت زي ما انت قلتي مفيش ريتراكشن. برضو هنلاقي برضو من الديفرنشيشن لما بين الترايكو ابيثيليوما والبي سي سي حاجه تانية. حد يعرفها يبقى شاطر. باليسيد يعني هو برضو احنا لو قربنا شويه كده ممكن نلاقي شويه باليسيد هنا. اوكي. مش بروميننت قوي. كالسيفيكيشن يا دكتور الفورم بودي. وحاجه ثانيه كالسيفيكيشن فورم بودي. الفورم بودي جرانيوماتيز ريكشن موجود في التريكو بس اليوم، بس مش موجود في البي سي سي. حاجه كمان مهمه الميوسن ديبوزيشن مور ان ترايكو ابيثيليوما عن البي سي سي،
بس برضو ممكن اي حد يتلخبط ما بين الاثنين زي ما انتوا عملتوا كده. فانا جايبه لكم الثانيه وراها على طول اهي. اوكي شايفين الريتراكشن اللي حاصل؟ هو طبعا ده ما بيبقاش اكتوال ريتراكشن، ده بيبقى نتيجه ان الفايبرس تيشو نفسه اوكي او يعني الكولاجين باندلز اراوند ات انفولفد في التيومر، فعشان كده بيحصل سودو ريتراكشن مع التقطيع. بس ده بيخدمني في التشخيص تمام. يعني الريتراكشن ده مش حاجه ترو ريتراكشن، لا ده سودو ريتراكشن بيحصل نتيجه ان الفايبرس تيشو انفولفد في التيومر. عشان كده لما تيجي تشيل البي سي سي لازم تشيلها ومعاها نورمال سكين ارم. ده السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا قطع امتى؟ احنا بنتكلم عن الديفرنس ما بين الترايكو ابيثيليوما والبي سي سي صح؟ طيب ايوه يا دكتور تمام. من ضمن الفروق اللي ما بين الاثنين اولا ان الابسنس اوف ريتراكشن او السبيس اللي ما بين البيزالويد او الايلاندز اوف بيزالويد سيلز والايه سراوندنج ايه تيشو، وده بيبقى نتيجه انه هنا ده مش ترو ريتراكشن، وانما ان الفايبرس تيشو نفسه او الكولاجين انفولفد في التيومر تمام. And that's why احنا لما بنعمل اكسجن للبي سي سي لو ما شلناهاش واراوند ات نورمال تيشو هترجع تاني تمام. بينما ترايكو ابيثيليوما ما بيحصلش فيها الكلام ده، يعني عمرنا ما شلنا ترايكو ابيثيليوما ورجعت اوكي. طالما شلنا بس الفيزبل بارت منها اتس اوفر، فاهمين يا شباب؟ ف that's why الريتراكشن ده مش اكشوال ريتراكشن، ده بيحصل نتيجه ان الفايبرس تيشو بيحصل يعني بيتشد معانا واحنا بنقطعها تمام. بس المهم ان احنا هنا شايفين الباليسيدنج واضح وان الكيراتوتيك ديفرنشيشن هنا لس، وان كان في بي سي سي وذ كيراتوتيك ديفرنشيشن بس اكيد مش هيغلس عليك ويجيبها لك في الامتحان يعني اوكي. يعني دي حاجه كده يعني حاجه للناس المتقدمين شويه في الباثولوجي، انت كفايه عليك تعرف بس الفرق اللي احنا قلنا عليه ما بين الترايكو ابيثيليوما وذ كيراتوتيك ديفرنشيشن والابسنت اوف الايه الاريا اللي هي around the basaloid islands of basaloid cells اللي هي الريتراكشن اللي حاصل و that of BCC اللي هيبقى فيها الميوسن هنا اقل، الكالسيفيكيشن mostly مش موجود والايه البيزالويد سيلز يعني arranged اللي هي البريفري بتاعتها باليسيدنج زي ما احنا شايفين كده تمام. كده كتر خيرك قوي تمام. طيب next مين معايا؟ اوعوا تكونوا نمتوا يا شباب. مع حضرتك يا دكتور. معايا؟ طيب مع حضرتك يا دكتور. طيب. مع حضرتك. ها بحد بقى هيشوف السلايدز اللي جايه، في كذا سلايد كده وبعدين نتكلم فيهم. What do you think؟ وانا يا دكتور شايفه ان في ممكن تكون اريثيما مالتيفورم. وسعت قوي دي. لا ها حد عنده راي تاني؟ ام اف قال ام اف ليه؟ هو في اتريكال سيل. مين اللي كان قال؟ دكتوره دعاء اللي في بالي كده. لا انا هيام يا دكتور. لا معايا هيام بس كده واحنا بنناقش الحاله. ها اللي قال لي ام اف يقول حضرتك كده في بوتري مايكرو ابسيس واحده من السلايدات وفي اتريكال يعني ليمفوسايتس. شايفاها هيام؟ شايفه السيلز دي لينفوسايتس عاديه؟ ايوه يا دكتور هو بس اللخبطني انا لقيت فيه فوق في فاكيولايزيشن كده للكراتينوسايت فوكال، فانا قلت ممكن يكون دوت اريثيما مالتيفورم بس بقيه السلايدات الثانيه فعلا مبينه ان هي مش اولا عايزاكم تميزوا بالذات الصوره الثانيه ما بين الثري ستيجز باثولوجيكال ستيجز بتاعه الام اف. في الاول الايه الباتش ستيج، في باتش ستيج وفي تيومر ستيج. باتش ستيج ممكن تبقى شويه كده ايه مش باينه اوكي، دي غالبا مش هتجيلكم بس يعني المفروض ان انت تبقى عارف انها في الباتش ستيج ممكن نلاقي شويه سورايسي فورم ايبيديرمس، يعني ممكن يبقى فيه ثيكنينج زي اللي احنا شايفينه هنا ده، شويه اتيبيكال سيلز بس ما تقدرش تحلف عليهم قوي، يعني في شويه اتيبيكال سيلز في الليمفوسايتس داخله في الايبيديرمس تمام. مفيش باد لايك انفلتريت ماشي، بس في سورايسي فورم ايه ايبيديرمس وفي شويه اتيبيكال سيلز ممكن تبقى متكرره كتير عن النورمال
لان احنا اي حد فينا ممكن يبقى عنده شويه اتيبيكال سيلز، بس لما تبقى عددها كبير شويه نبتدي نقلق. اوكي طيب انت هتعمل ايه؟ اولا انت شاكك في ام اف من البدايه، المفروض تاخد مالتيبل او بلنتيفول اماونت من الابيديرمس، يا اما مالتيبل بتاع ده بايوسز من ارياز ديفرنت ارياز، يا اما تاخد حته كبيره شويه من الابيديرمس بلنتيفول اماونت، تمام؟ عشان تاكزامن الحته دي كلها، لان اهم حاجه عندي الابيديرمس، تمام؟ طيب ده الستيج الاولانيه. هنا دخلنا على البلاك. ايوه اتفضلي دكتور. بعد اذن حضرتك، هو انا لو بعد اذن حضرتك، هو انا لو لما تسال في سؤال مثلا، كان في حد بيسال حد شهوه بيقول له الحاله الام اف المفروض تاخد البايوبسي منين فيها؟ احنا عارفين الاجابه اللي انا المفروض اخد مالتيبل بايوبسي من كذا مكان، بس الاجابه دي ما عجبتش الممتحن، يعني ايه الاجابه؟ في اجابه ثانيه؟ يا اما تاخد بلنتيفول اماونت من الابيديرمس، لان انا اللي يهمني الابيديرمس، تمام؟ في التي سيل لينفوما اللي يهمني الابيديرمس. يا اما السبيتر ان انت تاخد من ديفرنت ارياز اللي انت شاكك فيهم كلهم. واهم حاجه بقى يا بسمه، ويمكن هي دي الكلمه اللي كان عايز يسمعها منك، ان انت تاخد فروم ذا اولد ليجن. احنا دايما بنتكلم على الانفلاماتوري ليجنز ناخد من الموست ريسنت، بينما الحاجه اللي فيها تيومر هناخد من ذا موست اولد او ذا اولدست وان، اقدم حاجه فيهم. اوكي يعني ما تجيش تاخد من واحده لسه طالعه مش هنلاقي فيها حاجه، فاهماني يا بسمه؟ بس هي دي الكلمه اللي كان عايز يسمعها. فهمت حضرتك. هو يا دكتور كان بيشاور لنا على باتش على باتش وبلوك، وكان بيقول اي واحده، الباتش ولا البلوك؟ انا لسه بقول لك انها انديفينيت، لسه من شويه بقول لك ان السيلز الابنورمال سيلز اللي فيها ممكن تبقى موجوده عند اي حد فينا. اوكي وهتبقى كويري ومش هتبان قوي بالماركر. يبقى انا اللي اخده مين؟ لو انا عندي التو ستيجز دول، لو عندي كمان تيومر هاخد من التيومر، تمام؟ بس اتس بيتر طبعا لو انا هاخد واحده، تمام، انا هاخد من كل حته، وان انا اخد بلنتيفول اماونت اوف ذا ابيديرمس. هنا بقى احنا دخلنا على البلاك ستيج اللي هي سورايسي فورم لايكينويد، تمام؟ في ثيكنينج هنا، وفي في نفس الوقت ايه باند لايك انفلتريت. لو قربنا منه هنلاقيه مش تيبيكال ليمفوسايتس، وفي شويه ايه ليمفوسايتس داخله في الابيديرمس، او وات وي كول ابيديرموتروبيزم. ايه الفرق ما بينه وبين السبونجيوزز اللي شفناه في الاول خالص؟ الليكسوسايتوسيس في الانفلاماتوري سير معها يعني سبونجيوزز، ليمفوسايت واتيبيكال ليمفوسايت. الكلمه دي لو قلتها ده خلاص خدت الدرجه. اتيبيكال سيلز ما قلتهاش، هنقعد نرغي مع بعض ساعه وهطلعك ومش هديك حاجه. ما يا دكتور ان سبونجيوزز معناه ان في انترسيلولار اديما، لكن الابيديرمو تريبيز معناه ان في جروب امونوكريسيس متجمعه مع بعضها متحوطه في فاكيول، يعني دي حاجه لوكالايزد، انما ده حاجه في الشريحه كلها. سبونجيوز هي تيبيكال لينفوسايت هاجر بتقول ايه؟ سبونجيوز اتيبيكال لينفوسايت، اتيبيكال لينفوسايت وزود سبونجيوز في الابيديرمو. لويد از نوت ايكويفالنت مع النمبر اوف يعني السيلز الانفلاماتوري سيلز، او مش الانفلاماتوري سيلز، السيلز اللي موجوده في الابيديرمس مش ايكوفالنت مع الاماونت بتاع الفلويد، تمام؟ هي هو ده اللي ايكوالز ابيديرموتروفيز، لان اللي في السبونجيوزز اللي بيحصل انفلاماتوري سيلز اللي داخله دي بوشد باي ذا فلويد، فكل ما هنلاقي فلويد كتير كل ما هنلاقي انفلاماتوري سيلز كتير، والعكس بالعكس، تمام؟ يعني سبونجيوزز يبقى خفيف يبقى الانفلاماتوري سيلز قليله، سبونجيوزز شديد يبقى الانفلاماتوري سيلز كتيره. انما هنا هنلاقي انفلاماتوري سيلز كتيره مش equivalent مع الاماونت اوف فلويد اللي احنا ممكن نكون شايفينه زي هنا كده، انما النمبر اوف سيلز هنا اكتر من الفلويد. هي دي الكلمه بقى اللي تتقال، تمام؟ اهي انفلاماتوري سيلز كتيره فلويد قليل، تمام؟ وضحت؟ لان السيلز دي اصلا موفابل باي اتسلف، هي مش بوشد، مش انفلاماتوري سيلز وزقها شويه فلويد طالع، لا السيلز دي نفسها هي اللي بتتحرك وهي اللي بتدخل على الابيديرمس، تمام؟ او هنا بقى ده اللي بنسميه ايه؟ بوتريير مايكرو. ده التيومر ستيج بقى اللي احنا خلاص يعني سيبنا الابيديرمس ودخلنا تحت ايه؟ في الديرمس، في اللور ديرمس ريتيكولار ديرمس، وممكن كمان سبكيوتس، تمام كده؟ طيب النكست كيس مين معايا؟ ممكن يا دكتور اقول بس اعوض الحاله اللي فاتت بقى. ماشي استني بس، وانا شايفه هنا في بريسنس اوف بتاعه الحاله. تمام اتفضلي. تمام يا دكتور، الدايجنوستس از كوميستيل كارسينوما. هو انا شايفه في
هو انا شايفه في بريسنس اوف مالتيبل هورن سيستم موجوده في الديرمس اللي هي التيبيكال سكويمس سيلز يعني، وفي برضو اتيبيكال سكويمس سيلز موجوده ويز هايبر كيراتوزس وكانسوزس. ما فيش هنا سودو ايبيثيليماتس هايبر بليزيا في ابيدرمال ايليمنت، في سودو ايبيثيليماتس هايبر بليزيا. وبعدين زي ما انت قلتي كده الهورن سيلز اللي موجوده تحت ده يبقى ويل ديفرنشيتد ده تمام، لانه مدي عشان النمبر بتاع الهورن سيست اكتر من الاتيبيكال. نفس المنظر لما قربنا تمام اهو تمام، ده كل ده احنا طبعا لما هيجي لك مش هيجي لك حاجه اتيبيكال، لازم هيجي لك حاجه اتيبيكال عشان تشخصها على طول. اوكي طيب النكست النكست تمام يلا يلا عشان قربنا نخلص عايزين نشد حيلنا شويه. مين نمتوا مع حضرتك؟ طيب هنشوف مع حضرتك مره واحده كده وبعدين تتكلم تقولي لي الدايجنوزس. هي دعاء دعاء ولا ساره مين معايا؟ لا انا ساره. طيب يا ساره. لا انا ساره. يلا ساره انا عارفه انك شطوره. كان فيروس شايفه في نكروبايوسس جرانيلوما انيولار. ايه بقى جرانيلوما انيولار يا ساره؟ في يعني دي الملف بتاعت الليمف بتاعت الهيستيوسايت اسمها باليسيدنج. وفي ايوه ذس از جرانيلوما باليسيدنج جرانيلوما. اعرف ان انت فاهمه. وبعدين واتش تايب دي لوكالايز باليسيدنج جرانيلوما. طيب ده اول حاجه في الميكروبيوتس بالدسندر اللي هو عباره عن الميكروبيوتس ديبوزيشن اوف ميوسن ان بتوين كولاجين اللي هو شكلها عامل لونه اللي هو ايه فيذري بلو بلوش شويه اهي بانت هنا اكتر. طب احنا محتاجين نصبغها ايه يا ساره؟ الميوسن بتصبغ بايه يا ساره؟ كولويدال ايرون او كوليودين تمام. اوكي ها مين هيقول دي؟ على ال مين معايا؟ عبد الله فين؟ عبد الله الشهري فينك يا عبد الله؟ مش موجود؟ طب اسماء فين اسماء؟ معاكي دكتوره غالي. طيب يا جميل معاكي دكتوره غالي اهي دي الايه لو باور ودي الهاي باور. قولي لي بقى انت شايفه ايه؟ ها هتيجوا على الاخر هتيجوا على الاخر مش شايفه حاجه بصراحه. انتوا كنتوا شاطرين. ها دي ايه؟ هيستيوسايتس وجرانيلوما تمام. ويتش فورم اوف جرانيلوما لوكالايز ولا ديفيوز؟ دي ايه؟ ها ديفيوز. طيب ديفيوز عشان احنا ايه ملهاش ايه كونفيجريشن تمام. طيب ديفيوز وفورمد اوف فومي هيستيوسايتس. طيب فومي هيستيوسايتس بنتكلم على ايه؟ حاجه من اتنين ها ايذر اور ايذر او سانتا جرانيلوما سان ريترو ليبروسي سو جرانيلوما. واحنا شفنا الليبروسي قبل كده او دي البرامتس ليبروسي. طيب يبقى دي ايه؟ لا مفيش جرانيلوما. زانثوما زانثوما هيبقى اذر انفلاماتوري سيلز مش بس الهيستيوسايتس. هنا انا مش شايف حاجه غير هيستيوسايتس فومي هيستيوسايتس تمام. انفلاماتوري سيلز هنا تكاد تكون مش موجوده يبقى دي زانثوما وليست زانثو جرانيلوما تمام. مش مهم مش هتفرقي المهم ان هي زانثوما. قولي ان هي فومي هيستيوسايتس زانثوما اور زانثو جرانيلوما برافو تمام. ها اللي وراها مين معايا؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك. الصورتين دول تمام يا دكتور. الدايجنوستس هي بقى تمام يا دكتور. الدايجنوستس هي بقى درماتيتس هي بتيفورمس. انا شايفه في صبغ ابيدرمال بولي وزنت بريفيل في الدرما البابيلي في الدرما البابيلي ولما قربنا منهم لقيناها كلها في الدرما البابيلي نيتروفيلز. اللي كان بيسال عرفت انها نيتروفيلز كلها نيتروفيل. هي المفروض بتبقى يعني تراي لوب ماشي حلوه. تراي لوب البايلوب ديزل فيه تراي لوب ودي تراي لوب ولما بتقعد شويه بتتكسر بتبقى بتدي ايه
تمام 48 ساعه تدي نيوكلير ده تدي دست يبقى ده دي اتش برافو اللي جاي مين اللي معايا ها فاضل 2 سلايدز بقى خلص ها مين معايا مع حضرتك يا دكتور ماشي يا ساره مع حضرتك يا دكتور ها دي ال اي برافو السكوي لوبس في سوبرفيشال اند ديب انفلتريت في فاسكولار في انجنكشن في انجنكشن من فاسيتيك انفلتريت في فيسمنت فيست ابيدرمس وفي ثاني بالظبط اللي هو البلوش ديسكالريشن ده وفي ثيننج اوف ذا ابيديرمس تمام وده هيخلينا ماشيين مع الايه مع ال اي ديسكويد ال اي بالذات تمام ثانك يو برافو عليكم انتوا كنتوا هايلين جدا وما شاء الله عليكم ذاكرين وبالتوفيق ان شاء الله تمام نشوفكم على خير ان شاء الله شكرا لحضرتك المحاضره سجلت وهنزلها لكم برده عشان ايه يعلموها او اللي عايز ما شافهاش عايز يشوفها ان شاء الله واياكم ان شاء الله بارك الله بك دكتوره غاده يا دكتور شكرا لحضرتك يا دكتور